وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم يقل الجنة لمن؟ لمن الجنة؟ لكل من آمن بمن؟ بالله، صح؟ زين، الأصل أن يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك من؟ ليه؟ مؤمنين، مسلمين، صح؟ هذا الأصل. فالإدخال بالرحمة هنا يقصد سليمان عليه السلام في الدنيا أم الآخرة؟ في الآخرة. ما الدليل؟ وأدخلني برحمتك، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل أحد الجنة بإيه؟ بعمله، إلا يتغمدني له، قال نهاية الحديث، برحمته. فلهذا لما قال الله عز وجل: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يقصد سليمان ماذا؟ اليوم الآخر. والدخول برحمة الله يوم القيامة يشترط أن تكون ممن إيه؟ آمن. فإذا أنت في زمرة إيه؟ المؤمنين. فالعقل في اللغة يجب أن يقال: وأدخلني برحمتك في عبادك مؤمنين. لماذا قال في الصالحين؟ لعدة وجوه. الوجه الأول: قبل الصالحين ماذا قال الله؟ في عبادك، أثبت أنهم إيه؟ على الإيمان. ها؟ من أعلى الناس إيمانا؟ الأنبياء. أعلى أشرف الأنبياء والمرسلين من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله؟ سبحان الذي أسرى بعبده. بعبده. إثبات العبودية إثبات لماذا؟ للإيمان. زكريا، ها، عبده زكريا، لم يقل نبيه. إثبات العبودية إثبات للإيمان، ولأن زكريا لما ذكره الله قال: إذ نادى ربه، والدعاء جزء من العبودية، فذكره الله بمقام ماذا؟ العبودية. إذن الله لما قال: وأدخلني برحمتك في عبادك، اقتضى منه الدخول تحت مسمى الإيمان. لكن لماذا قال عبادك؟ لأن المسلم أليس عبدا لله؟ صح؟ المؤمن، المحسن، لكن تختلف درجات الإيمان. بمعنى لما أنت تقول لا إله إلا الله محمد، أنت مسلم، تزداد أعمالا، وش تصير؟ مؤمن. تزداد أعمالا أكثر وأكثر ويقينا، ماذا تصبح؟ محسن. فمن رحمة الله قال في عبادك، فشملت من؟ المسلم والمؤمن والمحسن، ليعطيك دلالة: ورحمتي وسعت كل شيء. فلم يجعل حكرا الجنة على أهل فقط ماذا؟ الإيمان، بل لا، والمسلمين والمحسنين إلى النهاية. لهذا قال في عبادك. وكلمة عبودية مظلة. لماذا مظلة؟ لأن كلمة عبد أطلقت على النبي، صح؟ العبودية أطلقت على الأنبياء، وهم أعلى الناس رتبة في الإيمان والإحسان، وأطلقت أيضا في وصف المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. فوصف الله لفظ العبودية للنبي، ووصف لفظ العبودية لمن؟ للعبد. فبما أن استوى نبي مع عبد أو مع مسلم في مصطلح العبودية، كان لابد حينما ذكر الجنة وإدخال الرحمة: وأدخلني برحمتك في عبادك،